لك لقمه لحد ما اعمل لك الشاي. معلش ياما، انا اتاخرت، ابقى اروح الكليه بقى اكل اي حاجه. يا ابني هتفضل تتحسك وتضيع الوقت لغايه ما تنزل على لحم بطنك؟ بقول لك اتاخرت يا ابني، كلك لقمه فوتك بعد يا اختي. البيت عينيها ليدة في الحارة، لا أدب ولا خيشة، حق اللي اختشوا وماتوا. الله أكبر. أحبك يا بنتي، بطل الحاجات دي. إيه الدوشة دي على الصبح؟ جرية وليه مبارك؟ أنت مش هتبطلي الدوشة بتاعتك دي؟ شوف عمايل بنتك يا معلم ابراهيم، فاكراني بلعب معاها في الحاره. مش انت يا وليه يا قروبه اللي بتقولي لي كلمي ابوك يشوف لي عريس؟ انا عريس؟ الفطار يا معلم. هبعت سفروت ياخده، هفطر على القهوه. حاضر. خف شويه على مبارك، مش حملك يا بنت، بنت الموارد. حاضر يابا. أنا قعدت سهران فيها طول الليل أفندها وأنقحها. أهدي بقى اللي هتفحم صاحبك رئيس ألم المستخدمين وتدخله في خانة اليكتة. أسيد الأستاذ رئيس ألم المستخدمين. لا مؤاخذة يا معلم إذا كنت بشغلك بمشاكل. عيب يا راجل، ده إحنا إخوات. ما هو ده العشم برضه. تحية وسلاما وبعد. مقدمه لسيادتكم عبد المنجد عبد الصبور الماحي، الموظف على مكافأة شاملة من تاريخ 1947 ميلادية. أيوة جاي! من غرف نوم وسفرة وصالون وأنتريهات والنجف والمطابخ المحلية التي تنافس الإنتاج الأجنبي. مراتي من يوم ما جبت التلفزيون وردتني ما كنت جبته، قاعده لي طول النهار قدامه، فجاه راح قايله لي انزف حمامك القديم، انزف حمامك القديم. نزفته وجبت لها حمام تاني شويه، زنوبه جابت مطبخ، لازم تجيب لي مطبخ بالقشاني زي اللي بيطلع في التلفزيون. جبت لها مطبخ وانا مش حبل ده كله، ده انا بضرب، ده انا ما حبتش حاجه. قلت لها يا وليه ما تصدقيش التلفزيون. قالت لي يعني ايه اكذب التلفزيون واصدقك انت؟ منين اجيب؟ وانت زبون اهو، زبون ومحترم وقاعد وفوطه وصابون وبحلق لك، بتديني ايه؟ شلن بتطيره مش كده؟ او باي باي. بكره يا اسطى محمود وربنا ما انا حلق لك بقى، ما انا حلق لك. قوم امشي، قوم يا شيخ، قوم. معلم سفروت. احمد افندي. صباح الفل يا معلم سفروت. بقول لك ايه يا معلم سفروت، هو نعمين يا احمد افندي. واد يا سفروت. بقول لك ايه يا سفروت، هو انت هتاخر فوق؟ اصلي عاوزك تعمل لي الشاي بسرعه عشان هتاخر على الجرنان. من عليا بس، اسمع انت وانا جاي وراك. طب ما تاخرش يا سفروت. قلنا حاضر. اتكل على الله. ألف هنا وشوفها للمعلم. تقول كده يا فلا. معلش يا زهر، بكره الأيام تتدور. يا واد يا سفرو. نعمين يا خالد مبارك.
ابعت الواد فلفل يجيب حزمة تم لاخويا وكيلو لحمه ضاني وقول له ما يعوقش، انت فاهم؟ من عيني. من عندي الملوخيه ومن عندي الضاني. بكره الايام تتدور يا جميل. عن أحداث لبنان الأخيرة، مارست الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن للمرة 50، وأعلن مندوب الدول العربية إدانتهم للعدوان الإسرائيلي وشجبوه بالشدة. أيها السادة، كان هذا هو يقولك إيه القانون في الحتة دي؟ بقولك إيه، ما تيجي تاكلك لقمة معايا نفتح نفس بعض. بالهنا والشفاء أنا شباب. واخدني بالك بقى، يقول لك للموظف المعين على مكافأة شاملة الحق في أولوية الرد على الدرجة متى وجدت الدرجة الملائمة الشاغرة، من هنا تصبح الدرجة حق مكتسب بحكم القانون. مع السلامة، ألف سلامة. سوري، صباح الخير يا ورد. صباح النور يا أستاذ ممدوح. صباح الخير يا شعبان. أهلاً يا ممدوح. بقولك إيه؟ جاي لي فرصة أسافر أمريكا في الصيف، إيه رأيك؟ ها؟ وماله؟ كويس. تفتكر امريكا احسن من لندن؟ يا عم ممدوح كله كويس. امال فين احمد؟ راح المجلة عن اسمك. اتفضل. وبعدين معاك يا فندم. احمد، نسيت احمد يا فراوله. اخر نوبه تمشي ورايا لحسن ورحمة أمي، لو مشيت ورايا مرة تانية لأكون قايلة لأبويا واللي يحصل يحصل بس. أبوكي؟ طب ده أنا نفسي أقول لأبوكي وللعالم كله. نفسي أقف فوق برج الجزيرة وبعلو حس أقول يا عالم يا عالم أنا بحبها. بحبك يا فراولة، بحبك. إيه؟ شيل إيدك، كسر إيدك. كداب، قلبك بيقول ألف بعد الشر. أنت هترجع ولا أرقع بالصوت وأجيب لك العسكري؟ طب رقعي كده كده. طيب يا شاويش يا شاويش. طب يجي الشاويش وانا احكي له على اللي انت عاملاه فيا، هيقبض عليك ويوديك الاسم. اسم؟ اسم النبي حارسك يا الدلعادي. والاسم هيحولك النيابة، والنيابة هتوديك المحكمة، وهناك بقى القاضي هيحكم عليك تحبيني ربع ما بحبك. انا مش طماعة فراولة. احمد افندي. احمد افندي، اهو كده التفاهم حيل. عيون احمد افندي. بقول يا معلم، عم محمود المخبر عايزك في كلمتين على الانفراد. عاوز مني انا ايه تاني؟ احنا مش مزرفينه امبارح ببلستين. ده موضوع تاني عايز يكلمك فيه بينك وبينه. انا يا معلم قاعد بعيد ليه يا راجل؟ وضب كرسي الدخان لعمك محمود. راجل اتفضل اتفضل اتفضل. يدوم يا معلم. خير يا ابو حنف. شوف يا معلم، انا ما كنتش ناوي بلغك، انما المثل بيقول الحذر واجب. ما تخش في الموضوع عدل. ابو سنه حسنين ابو سنه. ايه مات في السجن؟ مات يا معلم، واللي زي ده يموت ابدا. ده هيخرج من السجن الجمعه الجايه واخد افراج يا سيدي. ما كنا مرتاحين من مشاكله وبلاويه وقرف. يلا يا حوش يلا يا حوش. يا حبيبي البوليس دلوقتي هتعمل ايه؟ يا حوش بيومي، وبعدين تنزل انت عشان كمان مش من حقه انه يتبطل. يلا تدفع الاجرة وادي الاشتراك ايه؟ خدي مفتوح وخش بره. يلا اجبر عليكم. ربنا عزمني. I'm
كمان مش كويس يا ابو سنه. انت بتهددني يا ابراهيم يا مهردي؟ ما بهددكش يا ابو سنه، بس اللي بيته بالازاز ما يحدفش الناس بالحجاره. قصدك ايه يا ابراهيم يا مهردي؟ قصدي يعني مش كل من قلب له قرشين من تهريب المخدرات واشترى له بيت يتحكم في الناس. الناس صبروا عليك كتير قوي، لكن كل شيء له نهايه يا معلم. اعلى ما في خيلك اركابه يا ابراهيم يا مهردي. اوعى مش كده السعادة. الحكومه جايه تفتش بيتك، الاهالي هيتشد البوليس على البضاعه اللي بين السلم يا سيدي المعلمين. ما تسيبوش يا بيوم. ايه يا بيوم؟ اللي انت عاملها على الصبح دي يا راجل. الدنيا مقلوبه بره وانت نايم في العسل نوم. طبعا ما انت جيران بحاجه، شايف وليه بتشقى عليك وبتاكلك وبتجيب لك السم الهاري اللي انت بتشربه. السم الهاري؟ اوعى اوعى كده. ستر عليك يا فتاح علي مرزاق كريم، مره جهل صحيح. ادي اللي انت فالح فيه. طبعا ما انت جيران باللي هيجرالنا. اجري يا وليه هات حته جبنه لحسن اللي هو زيطارت. بقول لك ما انت جريان بالله هيجرالنا. هيجرالنا ايه يا وليه؟ بيقولوا ان ابو سنه هيطلع من السجن. ابو سنه؟ ابو سنه مين؟ صاحب البيت اللي احنا فيه. اه، عشان كده بقى جايه مركبه السرينه على الصبح، خايفه ابو سنه يرجع ياخد اجلي زي ما قتل جوزك الاولاني. لا حبيبتي اطمني، انا بقى لا يهمني ابو سنه ولا ابو طقم اسنان بحاله. ويطردنا من البيت جميعا، ويهد ويبني عماره زي ما كان هو عاوز قبل ما يخش السجن. والقانون في صفه بقى، اجره 10 سنين متاخره، يا الدفع يا الحبس. ان كان على الاجره امرها هين يا محمود. هين؟ ده انا مطلوب مني انا لوحدي 120 جنيه. امال هيطلب مني انا كام اجره الشقه؟ شرفنا انا يا غباشي فندم. احسبها انت بقى. يا اسطى محمود انت ساب الصابون في وشي. يا اسطى محمود يا جدع ارحمني يا جدع. الله يخرب بيت محمود وسنين محمود. حاطط لك صابون مستورد على خريطك بتاع المسافه. تعالى قدام دلوقتي. حاجه غريبه قوي يا اسطى. ومشكله حاجه غريبه والله. حاجه غريبه قوي فعلا. 250 جنيه. 250 جنيه؟ مضطرين يدفعهم طبعا، وقبل ما يجي صاحب البيت احسن ما ننطرد وما نلاقيش عرش حتى نسكن فيه. ده قال يخلوه النهارده ب 2003. واد يا ممدوح، انا مليون مره قلت لك لما اكون بتكلم انا وامك ما تتحشدش بينا اطلاقا. حاجه بالعقل يا بابا. وبعدين بقى ما حدش شرب شربتك يا اخي. اوه انت بتبطل بتقول ايه يا ما بيقولش حاجه يا اخويا. روق انت بس دمك. جت كل بلا في المدارس اللي علمتكم، ثم انه ما يقدرش يطردنا قانون. ايوه ما يقدرش، وانا هحتم من بكره للمحكمه بالكلام ده. ايه؟ والاجره المتاخره علينا يا سعادته؟ هسيبها له في خزينه المحكمه جنيه كل شهر، وعلى الجزمه القديمه كمان. تقسطهم له على 250 شهر. اكنك مسافر بحقه وحقيقي يابا. ومالك ملهوفه كده ليه يا بنت؟ هي اول مره هسافر فيها، ثم ده مولد. مولد السيد البدوي. لا يا سيد يا بدوي، تلاقيه جاله في المنام وناداه. قول لها اغلب ده. شوفي خالتك ام مبارك فهمتها ازاي وهي طايره. ثم انا هغيب ليله واحده وبكره العصر هكون عندك. طب ما تاخدني معاك والنبي يابا. خدك فين يا بنت؟ نفسي ازور شيخ العرب السيد. وبعدين معاكي بقى، ده مولد مولد. الحنطور جاهز يا ابنتي. ابنتي الحنطور جاهز. بس بس يا
هو بعينه. عاش من شافك يا ابراهيم. ايش يا رباب؟ الظاهر انا جيت وانتوا خارجين. خارجين؟ خارجين على فين؟ ده انا قاعد على قلبك لطالون. وحشني موت يا ابراهيم. وحشي اكلي. زي ما انت انسرك من بري منك. طب تعالى تعالى اقعد. اقعد يا ابراهيم. بدي اذوب. ابعتي لي سيد يا بنت. من عينيا يا قبلتي. والله افتكرتنا وجينا على البال. وانت امتى تهتي عن بال يا رباب؟ يا راجل خش بعبي خش. هخش بس بعد ما ارتاح من السفر. يا عمين يا قسط. ازيك يا طبال؟ مرحبا. الله، انت ست ولا ايه يا عرب؟ الافيون لحس مخه. تعال يا واد يا سيد قرب هنا اهو. لحلح يا معلم. ولع يا معلم. اولع عدوينك. تعيش يا معلم. خدي. عيش يا سيدي معلمين. ازاي بقى يا قسط؟ وفرح بسيوني اللي واخدين فلوسه. غلبه مش عايزه، قلت مش رايحه يعني مش رايحه، هو الشغل بالعافيه؟ غور بقى جدك البلد. خد خد يا عارف خد. هات لك بوسطه. تسلم يا معلم. تعال تعال. انا خايف اكون عطلتك عن الشغل. عطلتني؟ عن ايه يا حسره؟ عن الديوان؟ دي حتى شغلانه بقت تقرف. يا وليه؟ ده انا متهالي يوم ما هتموتي هترقصي في الخشب. الكار ما عادش يلز يا ابراهيم، الناس الايام دي شحتت، ما عادش الخير بتاع زمان. النفر من دول يطلع ينقط ويرقص ويرمي تحيات وسلامات وتدلع على كيفك والبت بيضه وما اعرفش ايه، واخره المتامه باريزه مقطعه. غلب بعد عنك، لكن اعمل ايه؟ يا ريتنا نعرف شغلانه غيرها. انا لو بايدي كنت عينك مدير عام الانس والفرفشه. يا حموك في كنكه يا اختي، زي ما يكونوا فصلوه عليا بالظبط. مش كده يا بنت يا ورده؟ فعلا جميل عليكي قوي يا اختي. ولا لونه 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 فرايحي خالص. انا خلاص حبيت الفستان ده، قولي لامك ان انا خدته خلاص. انت عارفه ان اللون ده كمان كان يليق عليكي؟ مفيش عندك واحد كده زيه؟ لا مفيش. مالك يا بنت؟ مالك بسهيمة وساكتة؟ ما انت ازاي عوايدة كده ليه؟ ابدا. سلامتك. سلامتي ده ايه؟ هو انا مش عارفاكي؟ ده انا عجناكي وخبزاكي يا بنت. عرفت لازم الواد ممدوح مزعلك مش كده؟ هو حاسد بيا خالص عشان يفرحني ولا يزعلني؟ يا اختي هو طالع لنا فيها كده يا ابن اللذينه ده؟ اسم الله على ابوه اللي بيغير القميص من الجمعه للجمعه. ولا تعبريه في جزمتك بس انت تقالي عليه، وبكره يجيلك على ملا وشه. اسالين انا. ممدوح بيبص لفوق، بكره يبقى مهندس قد الدنيا ويبص للي شق له. احمد يا عمر، لو كان يطول ضفرك ابن هنية. اذا كان هو ناوي يبقى باش مهندس فانت كمان هتبقي بنت. يا ورده انت قلتي هتطلعي ايه؟ مش يعني اذا كملت الدراسه؟ هتكملي ونص، بكره تبقي دكتوره محاميه اللي انت عايزاه. فوتك بعافيه يا فراوله. يا اختي الله يعافيكي. ولا يهمك ولا يهمك ابدا، ما تعتليش هم. سلمي لي على امك وجوز امك. لا. يا معلم يا معلم. يا معلم يا معلم. عارف يا ابراهيم، انا بيتهيالي كده ناقصك حاجه. يعني بقول ايه، واحده ست كده تقف جنبك تسند ظهرك. ما نتجوز وانزل عايش اقعد معاك في مصر. ايه بتقول ايه؟ ايه وانا مش قد المقام؟ استعر مني يا ابراهيم. تعرف يا رباب، انت ست الناس والناس كلها، بس انا بقى مش بتاع جواز، بتاع تهليس بس مش كده؟ يا نهار اسود، انت مش اللي جايب حقه وحقيقه يا جدعان؟ ولا فلفل لما الكراسي وسط القهوه. اوام اوام.
معلش يا رباب، الظاهر ان انا تعبان شويه. قصدك عقلك مش معاك، انت جاي لي طنطا وتبني بقى هناك في مصر. الظاهر ايام روقان البال راحت، حتى السيجاره ملهاش طعم، ولا بيني عجزت ومش واخد بالي. فاشل ابراهيم الموارد، عمره ما يعجز ابدا. ايه المشاكل والهموم بتشيب العيال، مش حال احنا. تكونش حكايه ابو سنه دي هي اللي شغلاك؟ سنه مين وبتاع مين؟ ده انا ما تكبرش يا ابراهيم. هو انا غريبه عنك؟ عيب على عشره السنين دي كلها كده برضو يا ابراهيم تخبي على رباب. هقول لك ايه بس، الناس يا رباب حزين فيا قوي، والدنيا بقت غاليه، لا بقى عندي اديهم ولا بقى فيا حيل اصد عنهم. وصد عنهم ليه؟ ما كل واحد يشيل شيلته. عشان ابراهيم الماردي ابن الماردي الكبير اللي الحي متسمي باسمه، لان انا صاحب الحي. هم مفكرين كده، كل من يشكوا دبوس يجي يقول الحقن يا مارد. لهم حق بقى، راجل قدها وقدود. يعني ايه اتعارك مع ابو سنه؟ محدش قالك اتعارك. هو الزمان ده بقى حد عنده حل يتعارك؟ تحلها بالهداوه بالمعلمه يا معلم. شرفاتك يا كابتن محمود. الف الف مبروك. الله يكرمك. فرحنا كلنا وانت عارف. انا احلالك حلاقه هي بقى. راجل هديك مسن في خلقتك هتحلف بيها طول عمرك. حبيبي انت. عمال شربات فرحك يا دكتور. خير يا معلم صفروت. خير. المعلم بيحتفل بخروج ابو سنه من السجن. شغل معلمين بقى. بيقرطس ابو سنه وهو اتقرطس واللي كان كان. محمود. ايوه تعالى لي يا سيدي خش. وانا صفروت. السكر خالص يا معلمي. صفروت. نعم يا معلم. نعم. اطلع هات شويه سكر يا دكتور. حبش انا يا بابا عشان الوعد مع اصحابي. يا ابني خلي عندك ذوق، مش لما تخش تسلم على الراجل وتقول له الحمد لله على السلامه بعدين تروح زي ما انت عايز. وهو يعرفني منين بس يا بابا؟ طول عمرك كده مفيش فايده فيك. روح روح بدل ما انت عايز. اقعد اقعد يا باشمهندس. انتوا اللي معاكم في القصه دي، ما تيجوا معايا. على فين العزم؟ في فيلم لصوفيا لورن في سينما كايرو، انما يهبل يا راجل. حد يسيب مسرحيه زي دي ويروح سينما برضه؟ شوية سكر. هو برضه السكر هنا يا منيل؟ امشي الخضر من المطبخ. شوف يا اختي الواد واقف متنح ازاي؟ ما تمشي. الناس كانوا فاكرينه فرحك انت.
طب اوعى يا فالح. وادي يا فلفل. اه يا معلم. قول للمعلم ابو سنة انا مستنيك عشان نروح نصلي صلاة الجمعة سوا. اه طب استنى لما اسقط الجاكيتة من المحل واتكل معاك. يلا. حسنين ابو سنة ما تخلقش اللي يضحك عليه. قول لي معلمك ابو سنة قضى 10 سنين في رمضان، ما تمسحهاش شويه الهليله اللي عاملها دي. 3000 ليلة على البرش هتدفعوا تمنهم يا حي الموارد يوم بيوم وساعه بساعه. سامع يا تحش؟ ها نبلغه ما فيهاش حاجه، ما على الرسول الا البلاغ. محمود يا مزاين. رقبتي يا معلم ابو سنه، اؤمر. تخلي دكانك الليله وتجيب لي الكونترات والمفاتيح لحد هنا، مفهوم؟ حاضر. بس محمود يا مزاين. حاضر. عينيا الاثنين. هي دوره الميه فين؟ بصراحه بقى احنا ما نبقاش جدعان اذا ما خدناش بطار المعلم من ابو سنه. ده جه على اكبر راس في الحته وعمل الشويه بتوعه وكسر القهوه، واذا سكتنا له هيدخل بحماره على راي المثل. ولا ايه يا معلم؟ وهو المعلم هيعمل له ايه؟ ده انسان مجرم وخريج سجون. كل كبير له اللي اكبر منه، ويعني المعلم هيغلب فيه. بس احنا مش عايزين مشاكل يا جماعه. انا شايف ان اللي حصل النهارده اهانه موجهه لينا كلنا من ابو سنه، مش المعلم لوحده. والمفروض ان ناخد حقي بدراعي. اه استنى يا ابو.
ياخد على دماغه يتعدل. لو وقفنا له كلنا ايد واحده مش هيقدر علينا. رقبتي فداك يا معلمي، سيبنا عليه. لا موته لا يموتني بلادي. اه نموته. حسنين يا ابو سنه يا جبان، انزلنا هنا ونعرفك بامك. تبقى مصيبة لو ضربك بعد ده كله يا إبراهيم، ده الموت أهون ألف مرة. والله عجزت وبتتحامى في الآل يا إبراهيم. أعمل ديك في وسط الفراخ؟ تعمل ايه يا ابراهيم؟ خدك على اخوانك. معلم ابراهيم، انا غلطت في حقك، ومن قرب ذنبه وغفر له ربه. انت غلطت في حقي الزمان من 10 سنين، انا غلطت في حقك النهارده. المصاريم في البطن بتتعارك، مش حل اخوات واولاد الحته. معلم ابراهيم حقك عليا يا اخويا، ادي راسك اهي قدام كل اهل المواردي. من النهارده نبتدي صفحه جديده، صفحه بيضة زي لبن الحليب، والفاتحه على اللي يخون العيش والملح من النهارده. صبح خير. شربات ولا سفروت؟ كان فيلم هايل بشكل تفير جدي عليها حتة جسم. ما عجبكش الفيلم غير جسم البطلة؟ طب روق روق، خد لك سيجارة. ما بدخنش، متشكر، عن إذنك. هتعيش طول عمرك فقري. والله وحشتوني يا رجالة. الله يخليك. بقول إيه يا سيد المعلمين، يعني الحقيقة احنا طمعانين، يعني نعم اخويا طمعانين اه. في كرمك يعني وعطفك علينا، انك يعني تقسط علينا الاجره المتاخره. ربنا يسعدك، ما انت عارف الظروف، احنا الغلا والمعيشه احنا مضروبين. بس كده؟ ايوه. عشانكم في مطرحه. ماشي كلامك يا تحش. ربنا يخليك لينا. انا كنت ناوي والنيه لله ان اتنازل لكم عن الاجره المتاخره، بس انا كمان ليا طلب. رقبتنا سداده. كنت محتاج لدكانه محمود اللي ماجرها مني، اكل فيها عيش واكسب لقمتي بالحلال. طب ومحمود يروح فين؟ محمود امره سهل، معلم يديله ركنه عنده في القهوه، وزباينه مش غور اهو، ينفع القهوه ويستنفع. قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله، اهو نساع بعض كلنا وما يجراش حاجه. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا معلم. معلم عبد الاسترليني. اهلا وسهلا. ولو ان الدولار اجدع اليومين دول. غيرها عشان خاطرك يا معلم. تخسر فيه كتير. اتفضل يا اخويا اتفضل. اتفضل يا معلم. جود مورنينج مستر. اهلا اهلا. صباح الفل يا معلم سفلوت. اهلا. اهلا. بقاله مدة ما بتدفعش؟ شهرين وحياتك يا معلم. طبعا جالك في الأول متماسكن وقال لك أنا موظف غلبان وعايز أجهز البيت. عملت له فوايد كبيرة على التقسيط طبعا. فرق العملة وحياتك، حط الله ما بيننا وبين الحرام. إذا كنا مش ملاحقين على الحلال، هنبص للحرام برضه. طيب، إديني تليفون بعد أسبوع تلاقي كل حاجة تمام. بركة فيك يا معلم. السلامة أخويا. سلام. مع السلامة. شرفت اخويا. السلام عليكم. السلامة. الله ايه مالك يا سفروت؟ حكاية ريحتها فاحت مش كده؟ حكاية ايه يا معلم حسنين؟ الله اتصعبت عليا ياد من الحتة كلها بتتكلم ومعلمك نايم في العسل نوم. والله الواحد غير يا معلم حسنين. هين عليا فتح المعلم وارجع اقول حرام دي عيلة يتيمة وما تستحملش البهدلة. خايف عليها اخويا؟ تبقى بتحبها خفيف. احبها؟ واللي زينا له في الحب يا معلم حسنين. انا صبي المعلم اسمتي كده افضل صبي قهوه من منشاي المماتي. وعلى راي المثل كل حي وليه توبه. وانا توبي صبي قهوه. لكن مغفل مغفل كبير كمان. ليه يا معلم؟ ربنا خلقني كده وادالي نصيبي. وادالك مخ لما تفتحه تكبر يا مغفل. قصدك ايه يا معلم ولا مؤاخذه؟ يا جدعان محدش هيخدم علينا ولا ايه؟ امال فين ولا سفروت يا ولد؟ انا اهو. امال اتكلم سحنتك كده ليه على الصبح؟ خلت ربنا يا معلم. طب وشو بالزباين؟ تكتهي في صباحك الفقري. بتلعب الصباح ليه يا معلم؟ اما تجي على الصبح ولا يعني هي الحكايه بتلعب عشان انت المعلم يعني؟ انت جاي مخك حاجه يا ولد؟ ده حتى ربنا ما يرضاش بكتيرك. 15 سنه وانا شايلك على راسي من فوق لا حمد ولا جميل. ده انا مخي حديد كان زمانه اتبارى يا معلم. العسكري لو خدم 15 سنه بيعملوه صول ولا 15 سنه. عاوز تترقى روح امك؟ اعملك ايه؟ مش جرسون؟ حجايب والله. ما تيجي تشاركني في القهوه احسن. ولا تشاركني ولا شاركك. خد مفيش حد رزقه على حد. اديني يوميتي خليني اتوكل على الله. مالك يا ولد؟ مفيش يا معلم. مش عايز اشتغل عندك. هو الشغل بالعافيه؟ لا روح امك مش بالعافيه. خد وادي يوميتك. اتفضل. صباح الخير يا معلم. نعم يا سيد. هو العميد حسين بعت لك؟ ايوه ده بهدلني اخر بهدله واخر اهانه. وسيد المعلم ابو سنه تستاهل. حد قال لك تكتب شيكات معكش حقها؟ يا معلم ما انت عارف ان الموميليا مضروبه واضطرينا نشتري غيرها. عاملين لي يا فنديه بالاونطه حسان. نعم معلم. انا بقى. ايوه اتفضلوا. حاضر يا معلم. متشكرين يا حسين بيه. تحت امرك انت والمعلم ابو سن. بس الراجل صعب عليا وهيطعن ان الموبيليا بايظه. بركه فيك بقى لو فنيخ موضوع الشيك تشوف له تدبير تاني. ازاي؟ هو مش افندي ومثقف يبقى شوي. الحل الوحيد نطلع خطوبه منه. بس اخطبها منه ازاي وانا ما حلتش اللضا؟ يعني لو كان معاك فلوس كنت تخطبها؟ طبعا. لان لازم اقطع كل السنه الناس اللي بتتكلم. تخطبها بس عشان تمنع الكلام؟ قصدك ايه يا شعبان؟ انا اسف يا استاذ احمد. انا قصدي انك صحفي ومثقف وشاعر. متهيألي يعني يلزمك واحدة تناسبك مش كده؟ تعرف يا شعبان ان انا فكرت في الحكاية دي كتير كتير من قبل ما تطلع الاشاعات. جرى يا دكتور انت بقيت خبيث كده ليه يا ولا؟
أنا آسف، مش قصدي. بصراحة أنا بحب فراولة يا شعبان، يمكن ما تكونش مناسبة ليا كزوجة، لكن لو كان معايا فلوس كنت خطبتها من زمان. فراولة إنسان بري شرس لكن تلقائي، فيها بساطة وعفوية أهم من الثقافة والتعليم والمكياج. تحس معاها إن العالم لسه ما اخترعش الكذب، قلبها أخضر وضميرها صاحي، بتعرف تحب. فراولة بتعرف تحب. يبقى لازم تخطبها يا أستاذ أحمد، حتى لو ما معكش فلوس. باركولي يا جماعه، باركولي خلاص مسافر امريكا. باباك هو اللي اداك فلوس التذكره، فلوس الايجار اللي اتنازل عنها ابو سنه، مش كده؟ وقال لي حلال عليك يا باشا، مش عايزين حاجه من امريكا، اموره بس. مالكم؟ مفيش، بس حاسب من ابو سنه يا ممدوح، ده ممكن يكون بيدبر لكم قضيه طرد غيابي. ما هو ده ممكن يعمل اي حاجه. وطي صوتك يا استاذ احمد، الله يخليك، بابا يسمعك ياخد فلوس تاني ويطير السفريه، دول 3 شهور في امريكا مش لعبه. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا يا مرحبا، ده احنا زرنا والي النهارده. اهلا وسهلا. تعبني اخر تعب، 3 ساعات امبارح وانا بحاول اقنع فيه. أخيرا يا سيدي وافق. ربنا ما يحرمنيش منك ويوسع رزقك. هيدفع كام؟ مبلغ مش هو، إنما أنا حاولت معاه وجبت لك أعلى سعر ممكن. كام يعني؟ 100 جنيه في الشهر؟ مش كلهم ليك، هنقسم البلد نصين، هتاخد 50 جنيه. ما تنساش إن أنا صاحب البيت وأنا اللي فكرت في الفكرة، ولا عندك مانع؟ لا، اللي تشوفه يا معلم. خد 100 جنيه اهم، مقدم شهرين توضب الشقة وترتب أمورك. أنا اتفقت معاه يقعد 2 3 في اللوكاندا لحد ما تجهز. ها، على فكرة أنا فهمت إنك كنت موظف كبير قوي في الشركة واستقلت. ما تجيبلوش سيرة طبعا انك اختلست وترفدت. ما انا سمعت حكم ناس الموارد دول ما يتبلش بقهم فول ابعد عنك. انا قلت له انك دلوقتي بتشتغل اعمال حرة، اوعى تغلط معاه في الكلام. ها، مرحبا يا مرحبا. اهلا 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 يا فواجد، اتفضل جوه. مستر زينهم الكوماندر. This is the police. اتفضل جوه. انا من دول يا ابني. البوابات انجليزي يا ستي. يا لهوي، هم الانجليز رجعوا تاني. هتشيل خواجات يا هلا. حاضر يا معلم. شوف بقى المصمت ده بيصفي له في اليوم قد 20 30 جنيه على الاقل. What is he saying? He's a goddamn smartass. I speak to him after I speak to you. شو بقى هم مالهمش دعوة بالكلام اللي أنت بتقوله ده. عايز كام في المحل؟ 4000 كويس. What the hell is he talking about? Beats me. يا سيدي I speak وبعدين I speak to you. كويس 4000؟ خليهم 4.5. ماشي. 5000 and half. أوكي؟ أوكي. أوكي. على بركة الله، نقرا الفاتحة. المهر والشبكة والخلاو، يعني لو قدرت أوفر 10 جنيه من ماهيتي كل شهر هقدر أدبر المبلغ بعد 37 سنة، يعني نتجوز وأنا على المعاش. حلاوتك أنت بطقم الشنان. يوه، هو أنت أحمد كل حاجة واخدها هزار؟ مفيش حاجة جد أبدا. ما أنا لو فكرت وخدت كل حاجة جد هطق وأعدم شبابي. يا أحمد الناس بتتكلم علينا،
وابويا بارعني في الراحه وفي الجايه. وانا بقى بصراحه عايزه اقطع العرق واسيح دمه، يعني اتجوز ونقطع لسانه الناس يا كل حي يروح لحال سبيل. طيب رايح فين؟ رايح لحال سبيل. طوع يا مجنون، شوف برضه بيهزر. موقعنا واللي كان كان يا جميل. يا مالك؟ اتفضل يا ميل، اتفضل. اوعى يا باشي. يا سادة اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا اهلا يا مرحبا، نورت الموارد وسهلا سنة كلها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. لا لا عنك انت بينا هتصرف. خد يا خد السلام. اتفضل يا ميل، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. ايه ان شاء الله تكون مبسوط. زين خيو زين. امال الجماعه ما جوش معاك ليه؟ ايه؟ اتفضل يا بيه، اتفضل ارتاح انت، اتفضل. جماعه ايه يا باشا؟ انت مش قلت ان مراته واولاده جايين معاه؟ ايوه جم معاه، انما هو يسكن هنا لوحده. وهيسيب مراته واولاده في اللوكان ده؟ اه؟ انت مالك انت ومال مراته واولاده؟ ايه يا اسطى؟ زعلان اني بعت المحل؟ مش احسن من اجروها مفروشه يا معلم؟ مين هبل على روحه يعيش في المسخره دي؟ يا عم تغور الحته بقرفها. حق يا معلم، غباش افندي جاب راجل غريب يعيش في وسط حريمه. غور شوف شغلك وخليك في حالك. حلوه دي، حلوه. مقبوله والله، جميله والله. بلاش دي احسن دكين. نجحت يا عم غباشي وجبت مجموع 75%. الف مبروك يا ورده، الف مبروك يا اختي. نجاحك ده يلزم له هديه كبيره. دي ورده بنت مراد غباشي، نجحت في المدرسه زي ما انت شايف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ماما فين يا عم غباشي؟ ماما ماما زمانها جايه. مش تسلمي على الضيف اللي هيسكن معاكوا هنا؟ ولو انك مش ضيف يعني، انت صاحب بيت. الله يكرمك يا اخي. طب عن اذنكم دي واحده. اتفضل اخويا. الله الله، شيء جميل. بلادكو جميلة، شقتكو جميلة. ما تزعلش من وردة، دي أصلها بنت صغيرة وبتتكسف. ما يخالف يا أخي، والله الحياة شيء جميل في النساء. بلادكو جميلة، شيء تبارك الخلاق. إيه ده؟ ده أسانسير. أكنك كنت بتروح توضب الشقة عشان تروح تأجرها مفروشة. شش وطي صوتك يا وردة، بعدين هفهمك كل حاجة. خايف على شعوره قوي. مش خايف على شعوري انا؟ لا انا ولا امي المسكينه. نسرت نهتم على كل لسان في الحاره. يا بنت انا بعمل ده كله عشان خاطر مصلحتك. مصلحتنا؟ مش معقول يا ورده، امك طول عمرها هتفضل تشتغل وتصرف علينا، لازم تسرح لها شويه. ها؟ لو كنت عايز تريحها كنت تروح تشوف لك اي شغلانه شريفه وتصرف عليها. كنت تضربني وكسر دماغي لو نطقت بكلمه بعد كده. في ايه يا غباشي؟ الست بنتك هتعلمني الشرف. ما هي كبرت ولسانها طول وهتتكلم. عارفه لو سمعت صوتك بعد كده هتغترك. يا وردة حصل ايه؟ انت عارفه انه هيأجرها مفروشة؟ يعني كنت عارفه؟ اعوذ بالله. يا ساتر، وبقى ايه في الدنيا يا اخواتي؟ يا ساتر. لا انت ما ادريتش يا سعادته، مش غباشة فندي اجر شقته مفروشة؟ وحياه غربه مندوح زي ما بقول لك كده. واحد غني يا اخويا، معرفش من انهي بلد. لا والمصيبه هيقعد في وسطهم ينكشف عليهم وينكشفوا عليه. مليون مره قلتلكم لما اكون بتكلم انا وامكم ما تستنطوش علينا اطلاقا. خش جوه. وعرفت منين يا هنيه؟ دي الشبابيك كلها يا اخويا بتحكي وتتحاكى من ساعه ما سمعوا الصريخ والضرب. صريخ وضرب؟ صريخ مين يا هنيه؟ البنت وارده. ما هو اصل جوز امها ظبطها هو والراجل، وهو راجل مين يا هنيه؟ اللي سكن عندهم النهارده. لما هو سكن عندهم النهارده يبقى لحق يظبطوا ويهببوا ازاي يا هنيه؟ ما هو اصل يا اخويا هنيه، لا اصل ولا فصل. من هنا ورايح مفيش شباك يتفتح يا هنيه، مفهوم؟ وقوف مع الجيران وودودة على السلم ممنوع يا هنية، مفهوم الكلام ده؟ أنا عارفة الدنيا غرا فيها إيه؟ دي باين القيامة هتقوم.
يابا انت هتفضل تحرق في دمك كده؟ الله، ما اللي يبيع يبيع واللي يشتري يشتري، اهو اللي بيشيل قربة مخرومة وتخر عليه. المصيبة انها هتخر علينا كلنا. الحارة بقت سويقة. العاد بقى فيها حياة ولا مروءة. المصيبة الكبيرة انهم واكلين وشي، كأني واص عليهم. هنيًا يا معلم. مين يا فراولة؟ يا اخويا اقول الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. مصر نورت. انت ايه اللي جابك؟ اتوكل انت هذا فلفل. انت ايه اللي جابك؟ تكونيش فراولة. يا حبيبتي يا فراولة، ولا كبرش وبقيتي عروسة؟ والنبي ما انا مصدقة عينيا. انت تعرفيني؟ طبعا عندك حق، لكن عيب على ابوكي اللي حرمك من قرايبك السنين دي كلها وحرمنا منك. ما تقول لها انا ابقى مين يا ابراهيم؟ ايوه دي رباب قريبتنا، تبقى بنت عم خال ابويا بس ساكنه في طنطا. و هي دي بقى قريبتنا اللي كنت بتعدي عليها وانت مسافر طنطا؟ ايوه بعدي عليها. لكن بقالك مده لا بتعدي ولا بتسال. اتوهوشنا عليك، قلت اجي اطمن واقعد لي يومين في مصر. حكيم ام العواجز جاتني في المنام ونادتني. شيلها يا ام هاشم. هتقعدي فين؟ من اولها بقول لك اهو، تمسك فيا واللازم منه لا. خلاص بقى تقعد معايا في الاوضه بتاعتي. هات الازازه وكوبايتين بسرعه. من عينيا. وين هالسنيورة؟ ما بدها تشاركنا الطعام؟ ازاي بقى موجوده يا والده؟ تعال تعشي معانا يا بنت. قلت لك ماليش نفس. وبعدين بقى البنت دي مش ناويه تجيبها. يا اخي ما لك فال احميها، سيبني اشرب حد معاها. ماشي. حجان سيبيني اجرب حظي معاك. لا ليش بتحمليني هيك يا وردة؟ انت مأجر البيت وما انتش ضيف، بس لازم تفهم بقى انك مش مأجر البيت بناس. اعوذ بالله، نحن اهلي يا وردة، انت مثل بنتي. ابويا مات من زمان. رحمه الله عليه، لكن المثل بيقول من انجب ما مات، وابوك انجب زين البنات يا وردة. جمال، تعليم، أخرب. من فضلك اخرج بره، عاوز انام. كيف تنامي من غير ما تاكلي؟ خدي دي من يدي يا ورده، وحياه الله والله العظيم ما انت مرجعه يدي. قلت لك مش عاوز ادفع. اللي بيكون لها مثل عبيرك بيجوز لها تتدلل. الله بيزيدك حسن وجلال يا ورده. صباح الفل يا معلم ابراهيم. صباح النور. تشتري تليفون؟ في حراره والله. تليفون ايه بس يا معلم حسنين؟ اصل يا جماعه حبايبي مهاجرين عايزين يبيعوا التليفون، قلت مفيش عندي اغلى من معلم ابراهيم. ها قلت ايه؟ الله، تليفون ايه بس يا معلم حسنين؟ دي قهوه هنوصل المشاريب بالتليفون. على كل حال اذا ما كانش معاك انا رقبتي سداده. مش الفكره، الفلوس موجوده والحمد لله. خلاص يبقى نركب لك التليفون على بركه الله. بالك انت لو عملت له حصاله تكسب اجدع من المشاريب مليون مره. وبعدين الحاره كلها اتملت تليفونات، اشمعنى قهوه الموارد اللي هي بيتنا كلنا تبقى من غير تليفون وتوصيله فوق في البيت وتبقى اخر حلاوه؟ مبروك عليك يا معلم، التليفون والتوصيله. استنى بس يا معلم حسنين، لما اشوف التليفون ده هيتكلف كام؟ معلم عيب ما تقولش الكلام ده، التليفون بس اركب ويتكلم وبدفع اللي تقدر عليه. ايه ده؟ وريني. كويس. ايه اللي هتعمله ده يا معلم حسنين؟ الله يا معلم حسنين، ما احنا حلوين وكويسين كده والحمد لله. الله يا معلم حسنين. لا اله الا الله. واحد شاي على فلفل. يا زين ما اخترت، الف الف مبروك يا عمران بيه. انما انت فتحت قباشي في العمليه ولا مؤاخذه؟ لا والله خشيت البنت ترفض.
بيني وبينك وباشي ما بيعرف يعاملها، كمان صعبت عليا، كفت لا يضربها يا اخي. والله العظيم انت كلك ذوق وانسانيه يا عمران بيه. سيب لنا الحكايه دي وانا هخلصها لك من اول فاتحه يا عم لحد الدخله. ايه رايك؟ والفرح كمان. انما ما قلتليش انت راصد كام للعمليه؟ لا بالدولار. ها قلت ايه يا ورد؟ هي المساله بيع وشروه؟ يا اختي معاش ولا بقي اللي يبيعك يا حبيبتي. ضنمك يا ضنايا وعارفه مصلحتك فين يا وردتي. مصلحتي بقى اني ما كملتش تعليمي وترميني مع راجل قد ابويا ومتجوز ومخلف كمان. يا بنتي بدل ما الراجل مقتدر الشرع يبوح له بواحده واثنين وثلاثه. وده شريكي يا ورده، شريكي وعارف قيمتك. ماما انا مش هتجوز الراجل ده، لو غصبتي عليا حرمي روحي من الشباك. يا خرابي مس الفل. معلم ابراهيم موجود؟ معلم ابراهيم تحت على القهوه. لا مؤاخذة أصلي بصيت عليه تحت ما لقيتوش، افتكرته طلع فوق. أنا بشبه على حضرتك، مش رباب برضه؟ بقول إيه؟ ما بلاش حركات النص كم دي وتتوكل على الله وخليك حلو. يا حلو. مش فاكراني مش كده؟ إيه يا راجل أنت؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ الله، ما تحترم نفس الراجل يا أخي وخلي عندك دم. أنت دايماً واكلاني أول بأول كده يا فراولة. أستاذ رباب، كلمة صغيرة في ودنك وأنزل قبل ما أتضرب. بقولي ما تتكلم بقى وتريحنا. ها؟ اه بقول بس انت عارف انا هنا ضيفة والاصول يعني. انا عارف الاصول كويس. عشان كده هنزل استنى المعلم لحد ما يجي وافتحه في الموضوع. انا بس حبيت اطمن منك الاول ما نتحرمش. مثل الفل. كان بيقولك ايه الراجل ده يا قبلتي؟ ويعرفك منين؟ يا اختي يا حبيبتي تلاقيه زرنا مع ابوكي زمان بيستحرك شوية. وعاوز منك ايه؟ بتقول ايه يا راجل انت؟ وربنا افتكرتها بالصدفة. قلت هيجات لي رزقها والعريس دفيان وهيدفع حلو. كلامك انت اللي مش حلو يا ابو سلة. يا سبحان الله. انا قصدي خير يا ابو خليل. هو انت برضه تكره لضيوفك الخير؟ قفل على الموضوع ده يا ابو سلة وبلاش لف ودوران. الله؟ ونط فيها انا بس. طب نشاهد الرجاله اذا كنت انا غلطان في حاجه. تعال يا حسنين يا حسنين. وادي فلفل سك القهوه. يلا شطبنا يا فنديه. يلا فنديات شطبنا يا اخوات اهو. يلا اقفل القهوه. الله اقفل القهوه. قوم يا فندم. قوم انت اهو. قوم يا فندم. قوم يا فندم. يلا يا اخوات اتحرك انت اهو. اتحرك ولا فلفل. طفي النور. يا ابو حصل ايه؟ خش اوضتك. خير يا معلم كفلنا الشهر. انت تاخدي هدومك وتنزلي دلوقتي حالا على طنطا. انا مش هتقعدي ولا ثانيه واحده. جايه تفضحيني على اخر زمن؟ جايه تحدي سمعتي في المهندس بعد العمر ده كله؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه يا معلم. تستناك تطرني من بيتك بعد عيشه. ولا كده هتنزلي حالا يعني هتنزلي حالا. فاهمه؟ حاضر يا معلم حاضر. لسه واقفة؟ خدش حسك يا معلم، ما تفضحش روحك بزعيقك، الحرق قد الحق والكلمة فيها ترن وتبقى عشر. خايفة على سمعتي أوي؟ وما كنتش باقي عليك، كنت مرمطت روحي وجريت وراك لحد هنا. يا رباب أنت مش عارفة إيه اللي بيجرى في الحارة. أبو سنة عاوز يتربع على الكبير قبل الصغير، عاوز يمرمط كرامتي قدام الناس. ولا إيه دخلني في اللي بيجرى؟ مش كان عاوزك ترقصي بالفرح؟ أنا رقصت. يوه اسمعي، أنت تاخدي تاكسي وتنزلي تسافري حالا على طنطا. هنزل يا معلم بس مش رايحه طنطا.
انا حبات عند ابو سنة لغايه ما احيي الفرح وبعدين ابقى اسافر. بتقولي ايه يا مجنونه؟ من حقك تطردني من بيتك لكن مش من حقك تشور عليا اروح فين. تبقى عند ابو سنة؟ انا حره. ده انا كنت هقطعك حته ترميكي للكلاب. بأمرت ايه؟ مراتك ولا من بقيه عيلتك؟ عن اذنك تعالي هنا. قلت لك مش مسافره. هتسافري بتضربني يا ابراهيم وكسر دماغي كمان. طب نمشي بقى. لا 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 مش هتمشي مش هتمشي. نتجوز بكره الليله وشرف امك. ولا فلفل. شفت التليفون الجديد يا معلم؟ الاسطوانات بتوع المصلحه ركبوه من غير ولا مليم. والله العظيم وبيرن وملمع كمان. الو. على الله يكون عجبك التليفون يا معلم. انا نزلت بنفسي واشتريت لك العده واستلفت لك خط كمان لحد ما اجي لك الخط. معايا على الخط. ها؟ لا ما تشغلش دماغك انت بالحكايه دي. ما بين الخيرين حساب يا معلم. كده خلاص ما دام مصمم بقى امري لله. هو كلفني 500 ورقه. قول من وشك يا تكلبله. قلت لي كام يا اخويا؟ لا على العموم انا هدبر لك المبلغ وتعالى خده بعد العشاء. احسن برضه. أو على الأقل نبقى نحاسب الأسطى رباب بالمرة. حاكم العريس مفوضني بالعملية كلها. يا حسنين الكلام ده ما يصحش. وأنا غلط؟ اللي بتتكلم عنها دي تبقى مراتي. إيه ده؟ تليفون بجد؟ وده طلع إمتى ده؟ أنت اتجوزت أبويا بصحيح يا رباب؟ يعني الكلام ده حصل؟ انا ماليش دعوه يا اختي. ابوك هو اللي قال لي ما اجيبلكيش سيره لغايه ما يعملها لك مفاجاه بنفسه. انما ايه رايك يا معلم؟ ورده بتتباع قدام عينينا واحنا بنتفرج عليها. ومالك زعلان قوي كده ليه يا دكتور؟ كان نفسك تتجوزها؟ الف الف مليون مبروك يا معلم ابراهيم. الف مبروك اخويا وعهد الله فرحت لك من قلبي. الله يحفظك يا سيدي. متشكرين. مش كنت تقول يعني عشان نقوم بالواجب ولا انت كده دايما غاوي تركبنا حق؟ اللي حصل بقى وماله اخوي؟ ست رباب بنت ناس ومجدع. يا سلام يا زين ما اخترت. اهو ده الناسب ولا بلاش؟ معلم ابراهيم اتجوز رجاله مش تباركوا له؟ اتباركوا له اخواننا. الف مبروك الف مبروك يا معلم. الف مبروك متشكرين. يلا ألف مبروك يا معلم. حارة الموارد هتتباع يا جدع. حارة الموارد هتتباع يا جدع. الهدوم 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 الهدوم. مين قال واحد؟ مين قال واحد؟ مين قال اتنين؟ مين قال اتنين؟ مالكمش لازمة، مالكمش لازمة، مالكمش لازمة، ما بتقولوش حاجة، ما بتقولوش حاجة، ما بتقولوش حاجة، مالكمش لازمة، مالكمش لازمة، ما بتقولوش حاجة، ما بتقولوش حاجة أبدا، ما بتقولوش حاجة، ما بتقولوش حاجة، مالكمش لازمة، تكات، مطاعم، سمسرة، شوارع مفروشة، زميلي، زميلي، الموارد هتتباع يا جدع، الموارد هتتباع يا جدع. الحق يا استاذ احمد. اسكت اسكت. طم طم طم. خلص من حمامك القديم. فستان ده منين يا ستي؟ ده من عند حاره المواد. انظر حولك انظر حولك. شويه شويه مش عارف مين هيجي. انظر حولك انظر حولك انظر حولك انظر حولك.
حولك حارة المواد هتتباع يا جدع، حارة المواد هتتباع يا جدع. شوية شوية مش عارف مين هيكيف. ولما كان هذا الوضع غير قانوني من الناحية الوظيفية، ولما كانت الظروف والمادة من القانون. سعد المنجم يا اخويا، قوم شوف البلاوي اللي بتحصل في الحارة. حد يصدق ان بيكره؟ بيقولوا ان المعلم الموارد يتجوز غزية هنية. نعم يا اخويا. انا مليون مرة قلت لك لما اكون بشتغل ما تقاطعنيش اطلاقا، ثم انا منبه عليك انك ما تبصيش من الشباك ولا تودودي مع الجيران اطلاقا. امشي بجد على اوضتك. ولما كانت مدة خدمتي الحكومية قد قاربت من نهايتها، تخلص من حمامك القديمة شوية شوية. حلوة هي جاية. شعبان فستان ده منين يا ست؟ شعبان ده من حارة الموارد. شعبان حارة الموارد. حارة الموارد تتباع وتتزحم. حارة الموارد ايه يا دكتور؟ عندك بن خالته شعبان؟ هشرب قهوة مع الدكتور. حاضر يا ابني. جرى ايه يا باشا؟ معقول تخد والدتك بالشكل ده؟ تتكلم زي ما تكون متعرفش ايه اللي بيحصل في الحرب. طب واحدة واحدة ونتكلم بالعقل. على ايه اللي يقول ان بنت تتباع قدام عينينا واحنا بنتفرج عليها؟ على ايه اللي خلي المعلم اللي مربينا ونحترمه يتجوز بوتيكات مطاعم مصرف حارة الموارد تقول لي عقل؟ خسارة خسارة. ريتني ما اتولدت فيك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عين الحسود فيها عون. شابش يا حبايب يا عين العروسة. اديكم اليوم عود وديتي تخنن. قولي حاجة، قولي متشكرين حاجة. يا اختي ألفي من لون دشليون مرة متشكرين. الله يخليك. عقبال ما جابلك يوم عوضك. يا اختي مش عارفة، أنا ناسية كنت عايزة أقول لك إيه. المأذون زمانه جاي والبيت مكركب. أنا يا وردة هسبقك على البيت وأنت حصليني. ما تنسيش يا فراولة تجيب أختك معاك. من عينيا الاتنين. وأنتوا اتفضلوا كلكم يا حبايب العروسة. كلكم يا حبايب العروسة. يا حبايب العروسة. يا عيون يا اختي تيجي تشرفيني. من عندي ومن عندي يا ام فراوله، بس تاخد الاذن من المعلم. يا اختي ما تحرمش منك ان شاء الله يا رب. خدي منه الاذن على راحتك حبيبي. شوفي بقى انا كده تمام التمام. بصي بقى قولي لي ايه رايك. تعالي اوريكي الحمام. هو يا اختي انت نسيتي ولا ايه؟ طب هاتي لي مشط وحياتك. مشط؟ عينيا. محمد يا
عشت اهو. المشت يا ورده اهو. عقبال عندكم جميعا. اهلا اهلا. الله يخليك. ما تقلقش يا استاذنا، العروسه زمانها جايه ان شاء الله. اهلا اهلا. ما تبعد شويه يا حبيبي كده. ايوه مش يعني مش. اهلا اهلا اهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. والخاتم ده اتفضل. لا يا اخي ده ذهب ابيض. هو ده الذهب الابيض؟ ايوه. فسلام. لا لا والله لا 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 والله ما بيرجع. معقول؟ من فضلك. لا مش ممكن. والله مو راجع. طب احضر بيه الفرح. هو الك خير. هو الك. ما تقلقش يا استاذنا. هي العروسه لسه ما جهزتش يا فراوله. هي ما جاتش هنا؟ ما جاتش هنا؟ الله، دي نازله بقالها شويه من غير ما تقول لحد. نازله بقالها شويه؟ غباشي غباشي. الحقني يا غباشي. البنت نزلت من عندهم ما رجعتش علينا. هتروح فين يعني؟ دورت عليها في السطوح، لفت عليها في كل حته، لا لها لا حس ولا خبر. بنت يا غباشي بنتي. يا ولية هتروح فين؟ يا ولية. انا بقى احسن واحد يطبخ شاي. اهو نشرب لنا رشفتين شاي على ما شعبان يجي بالاكل. شعبان؟ ما تخافيش، هو عارف انك هنا. انا قلت له علشان اطمنه عليك. يا ورده شعبان قلبه كان بيتقطع عليكي. ما تتصوريش ما تتصوريش فرح قد ايه لما قلت له ان انا ظبطتك تحت بير السلم وقبضت عليكي. اهو جه. ايوه جاي. ايوه اهلا دكتور. برافو عليك. يا ترى جبت لنا ايه بقى؟ اظهر وبان عليك الامان. مش لما تيجي تستخبي تبقي تخفي جسم الجريمة؟ اتفضل اقعد. كويس الشاي غلي. اتأخرت ليه يا دكتور؟ أصل بلغني إن ممدوح وصل. ممدوح؟ ممدوح وصل إمتى ممدوح؟ من ساعة كده أو من أكتر. أما غريب والله الولد ده، مش كان يبعت لنا علشان نروح نستقبله في المطار؟ بقول لك يا دكتور، يلا بقى ناكل لقمه بسم الله كده، وبعدين تروح توضب لي نومه عندكم ولو حته صغيره من السرير بتاعك. لا انا اسمعي، انت هتباتي الليله دي هنا وبكره يحلها الف حلال. ولا وحشك الشيخ عمران يا بنت. ما قلت لك المعلم نايم، ما اقدرش اصحيه. نايم؟ حد يجي له نوم في ظروف مهببه زي دي؟ يعني يرضيك اروح في داهيه؟ ما تروح في 60 داهيه بعيد عنا. كتر خيرك يا استرباب. على كل حال لما يصحى بيقولي له، ولا اقول لك انا هكلمه الصبح في التليفون. كنت بكلمي مين؟ ناس ما عندهاش ريحه الدم. قال ايه؟ واحد بيسال على عنوان ناس قرايبه. بذمتك في حد يسال على عنوان حد في نص الليل؟ بقول لك ايه يا فراوله؟ وحياتك يا اختي، اذا صحيتي بدري يوم نسيت. ابقي خبطي عليا. اصل ابوكي عايز يصحى بكره بدري. ما تنسيش يا فراولتي، المعلم عايز يصحى بدري. يا نهار ابوكي اسود يا رباب. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك. استاذ احمد ايه يا عم ده؟ الحمد لله على السلامه يا ممدوح. استاذ احمد قال لي ما ولعش النور. ورده، ايه اللي جابك هنا؟ وطي صوتك ارجوك. امال الاستاذ احمد فين؟ بيت عند شعبان. اتفضل. يبقى الاستاذ احمد هو اللي قالك تهربي بقى. انا اللي هربت. ليه؟ كان ممكن تتفاهمي مع والدتك وجوزها بهدوء. كان ممكن تصارحي العريس انك ما بتحبهوش.
لكن اللي عملتيه ده خلق مشاكل لوالدتك وخلى الناس تتكلم عليكم. ده رأيي ولا انت شايفه ايه؟ انت انسانه متعلمه وتقدر تفرضي ارادتك على اللي حواليكي من غير ما تهربي. حتى لو كانت كل الطرق بيني وبينهم مقطوعه ولغتي ما بيفهموهاش. سيبك من الفلسفه الخياليه دي، مفيش قوه في الارض تقف قصاد انسان له اراده ابدا. حتى الحب، حب الحب ده مساله سنويه، ما يصحش انها. مش فاهم قصدك ايه بالظبط. انا بكالوريوس السنه دي ومركز كل اهتمامي ان اطلع الاول عشان اتعين معيد واخد طريق الماجستير والدكتوراه. ربنا يوفقك يا استاذ ممدوح. اسفه اذا كنت ضيعت وقتك. ده ابدا، دونت وري. صباح الخير. قلنا يا سيدي بقى. ده خلص، ده خلص. امال ده ايه؟ شوف يا عريس، شوف انا ادخل، انا عايز الخطوط هنا تبقى ايه؟ اخف شويه. حضرتك طلبتني؟ طلبتك. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا استاذ احمد. اتفضل سيدي. اتفضل يا سيدي. خير يا فندم؟ ايه ده؟ 10 شهور وانت ما بتكتبش ولا كلمه للمجال، وانا سايب وفي الاخر جاي وجايب لي موضوع زي ده؟ تحولات يوميه في حاره مصريه. يعني ايه بقى؟ مش فاهم. يعني ايه؟ يهم القارئ في ايه ده؟ فندم حضرتك قريت التحقيق كله؟ طبعا قريته. يهم القارئ في ايه؟ ان دكان انفتح ولا دكان انقفل؟ بنت هربت ليل الزفاف، ست عضت دراع جوزها، قصدي طردت جوزها. ده كلام ينكتب في عمود في صفحة الحوادث في أي جورنال يومي. الظاهر يا فندم حضرتك متحامل قوي على الموضوع. متحامل؟ شوف يا أحمد، ده أنت إنسان مهذب وأنا عايزك جد، إنما إلا متحامل. شوف قول أي حاجة إلا متحامل. خلاص يا فندم، أنا آسف. انتهينا. اتفضل سيدي خد. بس من فضلك قبل ما تكتب في أي موضوع لازم تعرضه عليا الأول. أنا ما بغصبكش، على راحتك، بس لازم تعرضه عليا الأول. ويا ريت تسيبني أختار لك أنا المواضيع. زفاف في الهيلتون، زيارة أميرة لبرج الجزيرة، النجمة السينمائية الشهيرة تطلق زوجها الرابع، حاجات حلوة كده شيك من اللي بتعجب الناس. على راحتك يعني، ما بغصبكش. قلت إيه؟ مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. لو عايز اي حاجة ابقى صلني في التليفون. ها؟ حاضر. مع السلامة. مع السلامة. يوه، وبعدها لك يا واد يا فلفل، انت كل شوية التليفون التليفون. حق هبلة ومسكوها طبلة. المعلم. ما المعلم زمانه عندك في القهوة. ايه مسروع على ايه؟ انا مش فلفل، ولو اني قايد اكتر مش شطة. مين اللي بيتكلم؟ أنا اللي ما نامش طول الليل. لازم بتنام بالنهار. جرايه يا راجل، ما بطل الاسطوانات دي. هتلعب عليا ولا ايه؟ أنا بقى أحب أتسلم. محمود يا معلم، مؤاخذة أصلية، تليفوني عطلان. لا، خد راحتك. اتفضل. يا أحمد اتفضل. ها وبعدين؟ هو المعلم أبو سلة بيكلم ناس حبايبه في الداخلية. على الله يلاقوها. ربنا يقدم ما فيه الخير. امشي ابدا من صوتك يا بيه. المهم اول ما تحس بحاجه كلمني. نمرتي 26 26 5. بقول لك 26 26 5، اكتبها عشان ما تنساهاش. صباحك فل. مش كنت تدي له نمرتنا هنا ما دام نمرتك عطلانه؟ اي مسيرها برضه تشتغل. ليه اشتغلت كمان؟ ادعيلنا يا معلم عشان تشتغل معايا. صباح الخير يا وردة. اظهر وبان عليك الأمان يا عروسة. وردة. 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 الله. هي راحت فين؟ وردة. سافرت إلى الإسكندرية سأبحث عن قريبة لي هناك، وسأحاول أن أعمل.
وألتحق بالجامعة. قلبي يتمزق من أجل أمي، أكد لها أني سأعود إليها يوما لأرفع رأسها في الحي وأعود لها أيام الحرمان والألم. بلغ مندوح أني آمنت أن لا قوة في الأرض تقف أمام إرادة الإنسان. دعائي لك من القلب، فقد كنت بحق كريما معي وأعدت لي الثقة في الدنيا بعد أن يئست من كل شيء. لا أقول وداعا، ولكني أقول إلى اللقاء. وردة. ايه يا فراوله؟ مالك؟ رباب بتخون ابويا. طب اهدي كده وفهميني ايه اللي حصل. تصدق انه بيكلمها بالتليفون من القهوه وابويا ولا هو هنا؟ اهدى يا احمد. اقعد يا فراوله وانا افهمك على كل حاجه. عشان كده هربت فراوله. تسرعيش وتفهميني غلط. هي فين المجرمة الساهية المايه من تحت تابني دي؟ فراولة ما تضحكيش كده، ثم هي مش هنا دلوقتي. وانت اللي انا جاي استنجد بيه. فراولة فهميني انا. انت ايه؟ انت كلب زيهم، كلكم كلاب زي بعض. فراولة اسمعيني ده. الو الو. ايوه يا معلم. يا معلم الحقنا، بنتك طالعه من عند الافندي اللي تحت عماله تعيط وتصوت. ما عرفش مالها. انا عارفه بقى هي نزلته ليه ولا عمل فيها ايه. بعدين يا استاذ احمد، تفتكر ان فراوله ممكن تتكلم وتقول ان ورده كانت؟ يا جدع انت لبسك احمد. حصل يا معلم. بس يا معلم سيب كل حاجه مكانها يا شعبان. يا جدع انت يا معلم. اتفضل يا معلم ابراهيم. البنت كانت عندك هنا بتعمل ايه؟ بنت مين يا معلم؟ هتستعبط عليا روح امك؟ في ايه يا معلم ابراهيم؟ يا معلم ابراهيم، انت عودتنا نتفاهم بالهدوء، واعتقد ان عندي الشجاعه الكافيه ان اعترف لك باللي حصل. من غير اعتراف يا اخويا، المساله واضحه زي الشمس. الاستاذ المحترم كان خاطف البنت. ايه عامل لي رمي في الحته؟ وديت البنت فين يا مجرم يا ابن الابلسه؟ اتكلم يا ازرق في خمرك. بطلب الشرطه ولا هيك المجرم؟ اتكلم واشرب. ايه؟ اتكلم. بتسيبوا القاتل وتضربوا في القتيل؟ اللي فيكم اشرف منه يمد ايده عليه؟ تضربوه عشان دافع عن شرفكم كلكم؟ صمتكم في عينيه عشان ما تتباعش بسوق الجواري؟ فعلا صانها، بيتها معاه في اوضه الاستاذ. الاستاذ كان بايت عندي في بيتي وامي عندكم، اسالوه. كل حي يروح لحاله. هو المجرم اسعدت بيه، وادي اثبات الجريمه. اتفضل معانا. اتفضل. يلا. خدوا الجدع يا كبد امه. يستاهل اطم رقبته. هو فاكر بنات الناس لعبه ولا ايه؟ مفيش راجل يستحمل البهدله دي كلها عشان واحده، الا اذا كان بيحبها. حاسس بيك يا بنتي، بس كرامتي مش بيخليني ادافع لك عنه. احمد راجل ظلمتيه وخليتيني نظلمه. احمد خان يابا، زي رباب ما بتخونك. روح يا معلم شوف شغلك، ما احنا ما يجيش من ورانا غير واقف الحال. هيسجنوه يابا. لو حصل يا بنتي هيبقى ذنبه في رقبتك. افرجوا عنه. عيال معفره يا اخي، مع ان ما فيهمش بني ادم عليه الرمق.
وبعدي. عاوزه ايه يا وليه؟ انت الاخرى تاني. الله الله، تعملي ايه يا وليه؟ خد تمام يا وليه. امشي. ايه يا وليه في ايه؟ لو ولدنك عتبت على باب بيت هتقولك من بين السلم يا ابن الجن. ما تاخرش ممدوح. ايه يا باشا؟ في حاجة واقعة منك ولا حاجة بتدور على حاجة؟ وعهد الله الولية جنني، وعهد الله الولية جنني. انت لسه ما تعرفش ده دلوقتي. ما تطلع لها يا استاذ احمد، تطمنها على ورد. سيبها لغاية ما تفوق وتفوقوا. السيد مدير عام مصلحة الدمجة والموازين، تحية طيبة وبعد. اتفضل. يا هنية، اهي المذكرة دي بقى هي اللي هتقلع عين زكا فندم. احسن. يا سلام لما يعرف ان انا قدمت فيه شكوى لمدير عام المصلحة. والله جينا جاية بكرة على طريق الساعة 12. ومالك متدهول على عينك كده ليه يا واد يا؟ عايزين ننظف البيت ونفضيلها أوضة تقعد فيها. نعم، بيت مين؟ بيتنا. ما هي مش معقول بقى في اللي عملته معايا في امريكا وانزلها في اوتيل. تجننتي يا ولا؟ عايزنا ننزل خواجايا في بيتي؟ ان كان على كام يوم ما يجراش يا جعان. هنية اسمعي يا ولا، حاجه الموارد تضرب تقلب، الفضايح فيها يمين وشمال، انا في حالي لا بجيب سيره حد ولا احب حد يجيب سيرتي. يا بابا الموضوع مش مستاهل يا بابا. اخرس لما اتكلم ما تقطعنيش اطلاقا. البنت دي مش هتيجي بيتي، يعني مش هتيجي بيتي اطلاقا. خلاص اديني فلوس وانا اوديها اوتيل. منين يا مدام؟ يا بابا ده مستقبلي. بقول لك ابوها صاحب اكبر مصانع في امريكا ووعدني انه يبعتني بعثه على حسابه. اقوم انا اتخلى عن بنته وهي بترد لي الزياره. يا ابني انا خايف من فضايح. ما تخافش، مفيش فضايح ولا حاجه. انا حكي لها عن حياتي وعن الحاره وكل شيء بصراحه، ويمكن عشان كده هي اعجبت بيا. يا ناس يا ناس، انا هتجنن. رئيس التحرير يقول لي المواضيع دي تهم الناس في ايه؟ وانت هتعمل ايه في المقالات دي؟ خليهم، ابقى انشرهم في كتاب لما ربنا يرزقني. هسميه حرف الموارد. لا ولا اقول لك؟ ها؟ هسميه قهوة الموارد احسن. قهوة الم ايه ده؟ اسمع يا علي. معلم ابراهيم المهاردي موجود جوه؟ لا هو بيه. مش ده شبه صفروت؟ معقوله؟ انا في الحقيقه مقصر معاكم قوي يا جماعه. مقصر ايه يا راجل؟ الله يكون في العون. ظروف سفري المستمره روم روما تو كايرو، كايرو تو لندن، لندن تو انجلترا، انجلترا تو باريس. صفروت حبيبي. يا ابن الحرميه، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عاملني يا مارشال؟ فينك يعني؟ رحت وقلت عدولي. واخدت اخيرا محل في الشواربي، معايا شريك لبناني دفعنا فيه مبلغ خيالي، مش هتصدق يا معلم. كام يعني؟ 120 باكو، ده غير الديكورات والبضاعه. ما تشغلني معاك يا سفروت بيه، يوبك ثواب. انا الوليه طرداني وبابات هنا في القهوه، والدنيا بالليل بتبقى برد رصاص اجرك الله. ما انت عارف ومجرب. ما عنديش مانع، شغله معاك، ده غلبان ويسترزق. اوكي اوكي. على مهلك على مهلك. ده عنوان المكتب والمحل، ابقى فوت عليا وانا اشوف الموضوع ده. وانا وحياتك يا سفروت بيه. سام. مين؟ سام مصطفى. كول مي سام بليز. ده مكتبي جامايكا. بس شغلانة محببة. ما تبص في الساعة ليه؟ أنت هتتغدى معايا. والله أنا كنت عايزك في كلمتين على انفراد، بس أرجوك أعفيني من حكاية الغدا. لا لا، هنقعد مع بعض، هنقعد مع بعض، يلا. لا بس شيل إيدك. طب قدامي بقى يا ابن الكلب. اتفضل يا أبو الشفريت، اتفضل. يا اهلا وسهلا، ده بيتك ومطعمك. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا اهلا. مساء الخير يا مدموسيل فراوله. يخرب عقلك سفرتها، هتغدى معانا. مالك لطفت قوي كده ليه يا واد؟ الله، هو ماله يا بلد
مش وزديت الروم كده ليه؟ مش قلت لك بكره الايام تتدور يا فراوله؟ روحي ساعدي قابلتك عشان نتغدى. اتفضل اتفضل يا ابو السفاريت اتفضل. ما تزعلش منها، ده من عشمها فيك بس. اكسبورت مستورد. لا ما بشربوش. انا كمان كنت ما بشربوش. عموما انا مش هعطلك كتير يا معلم، هما كلمتين. والله تعطلني، قول كل اللي عندك. احنا ورانا ايه؟ ورانا الديوان. الحقيقه انا كنت عاوز اكلمك في الموضوع ده من مده، لكن كان لازم استعد كفايه. باين تمرت فيه التربيه وجاي يكلمني على البنت. وانا عندي امل كبير انك تساعدني في الطلب اللي هطلبه منك ده. عاوز البنت، والله لو طلبها لاديها له. يا سفروت احنا اهل، وانت في مقام ابني، مش انا اللي مربيك يا واد يا بيه. طبعا طبعا يا معلم، وعشان كده انا جاي ومتعشم. عشمك في محل انت تؤمر ورقبتي سداده. انا كنت عايز اشتري القهوه، انا مستعد ادفع فيها اي مبلغ تطلبه. بصراحه انا حبيت استغل فلوسي هنا في حتتي، افتحها معرض ادوات كهربائيه، ثلاجات، غسالات، تلفزيونات، الوان، فيديو. وطبعا اللي ملوش خير في اهله. لا والله اصيل يا سفرود. انت اولى من الغريب يا معلم، واذا حبيت تيجي تقعد معانا في المعرض تشرف على البيع انا ما عنديش مانع. يعني انا اشتغل عندك بالمرتب اللي تطلبه؟ لما كنتش في بيتي كنت عرفتك مقامك بصحيح. انت زعلت ولا ايه يا معلم؟ لا انا زعلان من الدنيا اللي بتخلي ابن الحرام وسطى. روح روح شوف حالك قبل ما ارميك بالشباك. روح يا معلم. الكلام اخذ وعطى. غور من وشي سيح دمك يا معلم. ده بزبز ما فيهوش زعل. غور الله ينعل على ابو رباك. تفو نملاهم الشحات سبقونا على الابواب. طب وعرض الله انا اللي شورت عليه يطلع بورسعيد. سبحان العاطي من غير مناسبه. اطلع بكام دي؟ دي بتاعت 100 جنيه. 100 جنيه يا حمار. اهلا اهلا. نورت النهارده يا معلم سفرود. تعال معايا يا حسنين. ماشي اركب. خدني معاك يا سفرود. سفرود بيه خدني معاك. ده اللي قال حلاق. انت عارف تركبها؟ حلوه خد خد بعد دوخه دوخه. انت يا ولد هتديك كسوجه. طب ما هو انت كده طلعت كروديا ولا مؤاخذه. طب ما انت ناوي تطلب بنته، ما طلبتهاش من الاول ليه؟ انا لو منك اتجوزها ولقاها بعد كده اخدها ببلاش وما كانش هيرفض. هو يعني هيلاقي اجدع منك فيه. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. ابعد انت بقى وسيبني انا ارتب لك الموضوع بمعرفتي. البت والقهوه. بس اتفتح مخك معاها هي رقبتي. لا يا حدق، النقديه بالدره. خد ومال سنك سقف للطرفان يا صغير وانت بسطة. سنك سقف للطرفان يا صغير وانت بسطة. اسم الليت الوحيد ومبروك كده. اسم الليت الوحيد. كان يوم مهبب نهار ما شفنا خلقتها هي والليمبي راخر. هالليمبي قال صباح الخير يا حاجة ام ممدوح. 5 جنيه يا احمد يا ابني كان سندوتش، حتى ما نعرفش ايه اللي فيهم. يعني طار ربع المرتب بتاع مونج ده فندي. ماي فريند احمد جينا. نايس ميتينج يو. نايس ميتينج يو. انت غلطان يا ممدوح، الليمبي ده عندهم في بلدهم كتير، انا لو منك اخدها اكلها فول وطعميه. اسم الله عليك قول له. ايه بتقول لك ايه؟ عايز تقعد على القهوه وتشرب شيشه. طب خلاص خدها وديها لحسين. مع السلامه. انا اسف يا استاذ احمد. Nice meeting you. We. We. Meeting you. اللهم صل على النبي، حاجة جميلة. هو الليمبي ده مش كان المندوب السامي البريطاني في مصر؟ إيه اللي ضربه وخلاه يبيع سندوتشات؟ ده أنت اللي ضربت في السوق. دوك إنجليزي وده أمريكاني. ما هو أحمد زي الحاج أحمد، بس أنت قرا الترجمة. أحمد أفندي. ها؟ المعلم عاوزك تطلع له فوق. معلم القهوة يا احمد افندي.
شكرين يا فراولة، تعبناكي. تعبك راح يا احمد افندي. القهوة يابا. متشكرين يا فراولة، تعبناكي. اقعد اقعد استريح. انت بتحبها ولا بتميس عليها؟ هي مين ده يا معلم؟ المرحومة امي فراولة طبعا. انا الحقيقة ولا لا؟ ايوه يا معلم، انا بس انا مملكش في الدنيا غير مرتبي. يعني لو معاك فلوس اطلبها منك دلوقتي. طب ما تطلبها يا اخي، مستني ايه؟ معلم ابراهيم انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. هو في راجل بيتجوز بنته وهو بيهزر؟ انا زي ما اكون بحلم. ولا بتحلم ولا حاجه، انا بشتري الراجل لبنتي مش بشتري قفه مليانه فلوس. الخير موجود والحمد لله. تحب نعمل الفرح امتى؟ نعمله اول امبارح الظهر. حلو. خلي بالك من المرايه، عاوزين نعرف نشوف نفسنا. ربنا يجعله ادم السعد عليك. عليها بالمال تغلبك بالعيال. مال ست رباب نعمين يا عينيا. بقول لك ايه، لازم تعرفي ان الفلوس دي كلها دين عليا للمعلم ابراهيم، هردها ان شاء الله لما ربنا يسهلها. طب وطي صوتك للجدعان يسمعوك، بلاش فضايح وربنا يفك دينك يا عريس. ولا يهمك، دي بس متكادة منك ومن عروستك. ام مبارك. ايوه اديني جايه اهو، اديني جايه اهو يا استرابا. ما تنساش انها رباب، رباب اللي انت كاتب عنها فصل بحاله في الكتاب بتاعك. بالمناسبة يا استاذ احمد، شعبان كان حكي لي عن كتاب حارة الموارد اللي انت عامله، يا ترى كاتب عني ايه؟ لما ينطبع الكتاب اكيد هتقراه. انت لسه ما خلصتوش يا استاذ احمد؟ كنت فاهم اني خلصته. ايه الموضوع بالظبط؟ ادفع بس الاول عشان نعرف نتفاهم. مساء الونونة. خير بقى؟ سفروت بيه قصدك في الخدمة؟ رقبتي يؤمر هو بس. يا عملية محبوكة قوي ومضمونة زي البلاتين، تنفذ اللي يقولك عليه بالحرف الواحد وتلهف الكام باكو دول وتخلع من الحارة وقرفها، ولا من شاف ولا من دير يا عم. هي فيها خطورة يعني؟ لو عكيت فيها خطورة طبعا، انما لو عملتها على اصولها بما يرضي الله تبقى البرية لعبت معاك يا عم وربنا كرمك. ربنا يكرمنا جميعا. طيب اسبق انا بقى، وما تنساش تقفل الباب وراك ابو السفريت. ها مساءك وزي الفل. اؤمر يا سفروت.
مفروض. انا بقى انت معلم حسنين ابو سنه. معلم حسنين ابو سنه حبيب الكل. حبيب الكل ابن الموارد. ابن الموارد اصنع جدع. حرب جدع بتاعنا بابا. المرحوم كلفني اكتب الفصل الاخير وكتبته. الدور عليكم بقى عشان توفوا لاحمد البيه حقه وتطبعوا له الكتاب. لازم كل الناس تعرف ليه قتل احمد البيه ومين اللي قتل. يوه انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ازاي صحت المعلم ابراهيم؟ انت مش كانوا حبسوك؟ سابوك ليه؟ عشان خدوني ظلم، لكن ربنا اظهر الحق. بلوا عليا يا اولاد الحراميه، لكن هيروحوا فين من اللي لا يغفل ولا ينام؟ طمنيني يا اخت على صحه المعلم. اه صاحي جوه، خش له. أشهد أن لا إله إلا الله. يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم أنا معلم إبراهيم. قلبي عندك أخويا. الله الله. انت برضه صدقت الاشاعات اللي بيقولوها عليا؟ طب يعلم ربنا ان قلبي بيتقطع قد ايه كل ما افتكر الحكايه دي. ده كان شاب في عز شبابه يروح مننا اونطه كده. الله يرحمك يا احمد بيه. انت ايه اللي جابك هنا؟ استفراوله؟ قلبي عندك اختي بقيه في حياتك. امشي اطلع بره. الله الله الله. ليه بس الاسيه دي؟ لو حطيت رجلك هنا تاني انا هكسرها لك. بره. لا حول ولا قوة إلا بالله. عذورة؟ قلبها محروق على المرحوم. الله يكون في عونك يا أختي. أقول لك إيه؟ ده مبلغ كده على موسم بيناولي لي المعلم سكيتي. ونقصت أيها حاجة يبقى كلميني أو تعديلي وأنا رقبت السدادة. ها؟ المهم ما تكونش زعلان. من فراولة؟ ده معقول؟ دي زي أختي الصغيرة تمام. ربنا يكون في عونها ويصبرها ويصبرنا جميعا. السلام عليكم. اسمعي، احنا بيتنا اتشرخ واتوجعنا كفايه. عايزه تعيشي معانا على نظافه عيشي، مش عايزه اشوفي لك حته تانيه عيشي فيها. انت سامعه الكلام اللي بقوله ولا لا؟ حاسبي على البيت اللي مطويكي والراجل اللي عمره ما اذاكي، وجربي النظافه مره. وبعدين؟ بس وحياتك لولا اني خايفه على المعلم لكنت قلعت الشبشب ووريتها شغلها.
لا لا يا رباب انا مش معاك، دي مهما كانت برضو عيله صغيره وربنا ما يحكم على حد باللي هي فيه. يا اختي اللي هي فيه كان فاتها العيال ولا فاتها جعانه مش لاقيه تاكل. ياه انت قلبك قاسي قوي يا رباب. خدي يا اختي خدي رواقي، انا ما احبش اشوفك مكشره كده ابدا. حد الله بيني وبين الحرام، حد الله. ما تاخذنيش يا رباب، انا يمكن اكون عملت كل السيئات اللي في الدنيا، لكن لحد السكه دي يا اختي واخاف من ربنا قوي. تعرف يا رباب انا اول نوبه شفتك في الحاره قلبي اتخلع من مكانه، قلت قد جالك نصيبك في الحلال لحد عندك، لكن طلعت بقى من نصيب ابراهيم كانت ليلة سودة بعيد عنك. قلت في عقلي بالي صحيح يدي الحلق للي بلا ودان. حسنين يا ابو سنة. عيون حسنين. انت رامي شراعك على فين؟ انا مش فاهمة لغوتك. انا قلت لك ان ابراهيم سبقني وطلع على البر، يعني هقول لك ايه بس اكتر من كده؟ ما تعذبنيش بقى. اللي يسمعك يقول بتغني علي. اغني؟ ده انا وانتي وبيننا الشيطان. انا لو بغني مش كان بقى في بيننا كلام تاني ولا ايه؟ حسنين كنت فين؟ شوفي بقى بنت انتي شغل العقد ده مش عايزاه، ده انا رباب والاجر على الله. كنت عايز تخربي عليا بيتي زي ما بيتك اتخرب؟ لا اخرج انا برضو تمد عليا ايدك. ها تمد عليا ايدك على ايدك رباب فورا. ده انت يا راجل جبني زين كرامتي مع حتة عيلة زي دي؟ انت من امتى ليكي كرامة يا ماما يا رب الفرد؟ انت نسيتي اصلك؟ نسيتي انا جالك منين؟ مساء الفل. عرفت المعلم طلع الولية الرقصة؟ ولحقت زودتها في الكتاب عشان يقراها كل الناس. بعد احمد هي دي بروفات الكتاب؟ كنت عايز اعرف يا اخي احمد كاتب عني ايه؟ يهمك رايه فيك؟ يمكن كان شايف فيا حاجات انا مش شايف. خد اقراها دلوقتي. طب ما تسيبولي اتسلى فيه قبل ما انام. اللي كاتبه عنك ما ينفعش تتسلى بيه، وان حسيته ما اعتقدش انك هتقدر تنام بعديه. ممدوح عبد المنجد أو البشمهندس كما يناديه أهل المواردي، ويسعد هو بهذا النداء. شاب متفوق في دراسته، إلا أنه يفتقد الشعور بالآخرين، أناني، لا يرى إلا نفسه ومستقبله الذي يخطط له ليخرج من دائرة الفقر المضروبة حول الجميع. أحبته وردة ولكنه لم يشعر بها يوما، وتباهى أمامي أنها صارحته بحبها قبل أن تهرب إلى الإسكندرية، وهو كما قال لي تغابى وتكبر عليها وفقدت وردة يدا كانت يمكن أن تمتد إليها لتساعدها، ففكرت في الانتحار، ولكن شاء الله أن يلهمها بمواصلة طريقها الشريف، فالتحقت بكلية حقوق الإسكندرية. لا يشعر بما يكابده أبوه الموظف الفقير من أجل أن يجعله سعيدا حتى على حساب القوت الضروري للأسرة، فاستضاف له صديقة أجنبية استنزف بها ميزانية أسرته الكبيرة العدد، وبلا مجرد تأنيب ضمير أو حتى توجيه كلمة شكر لأبويه اللذان دبر له مصاريف الرحلة للخارج، وهما في أمس الحاجة لكل مليم يؤمنان به غدا لا يضمنه الأب الذي لا معاش له. ما شفتيش ابني ممدوح؟ لا والله يا ام عبد المنجد خير. قمنا من النوم ما لقيناهوش، وطول الليل كان باين عليه تعبان قوي. خير كفى الله الشر. ربنا يستر، ما هو لو كان قال لنا كان الواحد استريح. ما شفتش ممدوح يا فلفل؟
اطلاقا. ما يمكن راح مشوار ولا حاجه يا عم عبد المنبي. ربنا يستر علينا يا ستي. يا رب. بالحق نسيت اسالك. نعم. ازاي والدك النهارده؟ الحمد لله. دوري على ايه يا رباه؟ الفلوس اللي كانت في صدري مش لاقياها. اللي انا اديتها لك عشان تديها للمعلم. خدتها. مش باينها فلوس يا اختي؟ يا ما انت كريم يا رب، انا قلبي واقع في رجليا. حسنين، تحب اعمل لك ايه على الغدا؟ لا لا ما تضيعيش وقتك. انت يا دوبك دلوقتي تلحقي اتوبيس طنطا. بانك عايزه تمشي كده ولا ايه؟ اتفضلي يا اختي بالسلامه. اتفضلي. ثلاث ايام دلوقتي يا ممدوح. هانت عليك امك تعمل فيها كده؟ طلعت البونجيت، طلعت البونجيت، تليفون عشاننا. ابني ابني لازم اصبر يا رب. الشيش فين؟ في رجلك يا اخويا. فين النضاره؟ على وشك. ابني يا سعادو. دي لها سليمة يا رب. محدش ينزل ورايا السلم. اطلاقا. اهو الاستاذ عبد المنجد جاي لك اهو. تلفون. الو. ايوه انا عبد المنجد عبد السابون الماحي. خير؟ مين اللي بيتكلم؟ زكي؟ زكي مين؟ زكي افندي. خير؟ أنا؟ إمتى؟ النهاردة؟ أخيراً أخيراً خدت الدرجة النهاردة. هيصحينا دايما لو ننام. تفتكر هيقروا يا شعبان؟ مؤكد، خصوصا ابو سنه لسه عايش في حاره المواردي. الله يا شعبان، ده انت بتنطق كويس. ده انا عمري ما شفتك الا تقريبا ساكت. النهارده مش زي امبارح، وبكره مش زي النهارده. حتى انت مختلف شويه عن احمد. غيري السواد. انا متاكد ان احمد ما كانش يحب انك تلبسيه. خدي طرحة أخضر وأبيض زي لون الأرض ولون قلبك. على فكرة دي صناعة مصرية. تعال معايا يا شعبان، ورانا شغل كتير قوي. اسف يا ماما على اللي حصل، ما كنتش عارف اني اتاخر كده. المهم انك جيت بالسلامة يا حبيبي. ابوك خد الدرجة يا ممدوح. والله يا حبيبي اخطى عليك يا حبيبتي، تعملي في امك كده برضو يا وردة. معلش يا ماما وحشتي. ادي الوحش وحشتي شعبان. اديني يا حبيبي. على السلامة. الله يسلمك يا راجل يا باشمهندس. فراولة وردة، ممكن نطلع للمعلم يا فراولة؟ أنا ووردة عايزينه في كلمتين. كان هيبقى أجمل يوم في حياة أحمد. والراجل ده مش عايز يموت أبداً. وعهد الله نورت المواردي. ألف حمد لله على السلامة يا معلم. أيوة اللي زيك لازم يكونوا أول المستقبلين. الله 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 الله. ليه كده بس؟ ما احنا أصحاب. أهلاً يا تحش. تحش. قلت إيه؟ في إيه؟ ده عم في شركة استثمار محلي. محلي؟ طب هات محل اللي انت خدته مني الاول. محل ايه؟
حملنا على السلامة يا سيدي بعدين. يا حبيبي اجيب لك العقد بتاع السيرك الطلياني. الله 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 الله. بقول لك يا معلم ابو سنه فاكرني انا مت، لكن انا قدامكم اهو عايش والحمد لله. من النهارده شعبان حيوان بدالي، بس مش عاوزكم تشيلوا الحمل زي ما كنتوا بتعملوا معايا، عاوزكم تقفوا جنبه تساعدوه وتقفوا قصاد ابو سنه وامثاله. اتكلم يا ابني. يا اهل المواردي افتحوا الشبابيك.